بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي اليوم في درس جديد يدخل دائما في إطار قناة المعرفة الإحصائية في سلسلة الداتا أناليزيس، والدرس بعنوان Principal Component Analysis with R Lesson 10. إذن كما قلنا في الدرس السابق أننا تكلمنا أو استخدمنا الـ Principal Component Analysis، استخدمناها باستخدام برمجية الاسبيسات. في هذا الدرس سنحاول التطرق إلى أهم الحزم الإحصائية الموجودة في لغة الآر والتي نستخدمها في Principal Component. إذن في الحقيقة أنه توجد ثلاث طرق أساسية تستخدم في Principal Component، أهمها هي FactoMineR والFactoextra، وأضيف إليها FactoShiny. بالنسبة إلى FactoMineR والFactoextra هي تستخدم طبعا للتحليل ورؤية ويعني تفسير نتائج يعني هذه البرمجية، نتائج معطيات التي تعطى، بحيث أننا نعالجها بهذه الطرق. وطبعا هذه الطرق FactoMineR والFactoExtra لا تستخدم فقط في البيسية، وإنما تستخدم أيضا في مختلف الطرق أخرى للمultivariate analysis. وهذه الطرق لديها مجموعة من الخواص. كما قلت إنه الطريقة الثالثة وهي طريقة FactoShiny، هذه الطريقة في الحقيقة هي عبارة عن FactoMineR أضيف إليها ما يسمى بالShiny. والShiny المقصود هنا بها أننا يمكن لنا من بعد استخراجنا لنتائج طريقة البيسيا أو الأسيد بي، يمكننا أن نشاهد نتائج هذه استخدام هذه التقنية عن طريق صفحات الويب، وتكون تفاعلية ويمكن مشاهدتها بشكل يعني بشكل انستونتاني. إذن عند استخدامنا سنستخدم هذه الطرق الثلاث. في المثال السابق الذي استخدمناه في lesson 9 والمتعلق بالسكان في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 2000 إلى غاية سنة 2001، حيث إنه الهدف هدفنا هو أننا سنحاول تحليل الكوريليشن between the variable and to find out if the change in population in some states are very different from the ones in other states. إذن إذا بدأنا على بركة الله فإننا ندخل إلى برمجية الآر. في برمجية الآر كما قلنا أننا نضع أولا البرنامج الذي نضعه في Source Editor، حيث هذا البرنامج عنوناه بـ Principal Component Analysis. إذن في البداية هو يتكون من مجموعة مراحل، بحيث فيه Loading Package، Reading in the data, correlation plot matrix. وفي المرحلة الثالثة نبدأ في فرضيات البيسيا، وسنستخدم كما قلنا الطرق الثلاث: البيسيا by FactoMineR، البيسيا by FactoExtra، وفي الأخير البيسيا by FactoShiny أو Shiny كما تسمى في مراجع أخرى. إذن بالنسبة إلى عندما نقوم أولا باستدعاء اللودينج أو يعني استدعاء الحزم التي نريد استخدامها، وهي حزم كثيرة يعني نستخدمها في هذا العمل، بحيث أننا نستدعيها بهذه الطريقة. إذا نذهب مباشرة نذهب إلى ران عملية التنفيذ. إذا تم استدعاء مختلف هذه الحزم، نذهب في المرحلة الثانية إلى استدعاء البيانات التي نريد استخدامها، وبالتالي فهنا
هي موجودة كما قلنا في فايل إكسل. ففي فايل إكسل نقوم باستدعائها في الشيت داتا ريت ملتيبل 1000. إذن نقوم باستدعائها بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك بعد مشاهدة هذه النتائج فإننا نضعها في شكل داتا فرام، ثم بعد ذلك نحاول عن طريق STR مشاهدة هذه المعطيات. إذن نستخدم كل هذه التعليمات أو هذه الفانكشن فنحصل على ما يلي. إذن هذه المعطيات التي لدينا، إذن عن طريق state، إذن هي تتكون من 8 أو 7 متغيرات، تبدأ بعدد السكان في كل ولاية وتنتهي في الأخير يعني يعني عدد السكان الذين أقل أو أكثر من الذين سكنوا في هذه الولايات الذين عمرهم من 65 سنة فما فوق. إذن باستخدام STR DF فإننا يمكن أن نعرف طبيعة هذه المتغيرات. إذن كل هذه المتغيرات هي numerical ما عدا متغير state التي هي عبارة عن شاند كاركتير أو string، هي عبارة عن مجموعة الولايات. طبعا معطيات مختلف هذه المتغيرات بهذا الشكل. إذا نعود إلى برنامجنا، إن العودة إلى البرنامج فإننا نذهب الآن إلى ما يسمى بالcorrelation correlation plot matrix. إذا نبدأ باستخدام أول نوع من الcorrelation، وطبعا هنا سنستخدم ثلاثة أنواع وهي عبارة عن رسومات بيانية يمكنها أن تمثل لنا المصفوفة إضافة إلى البيانات التي بداخلها. إذا نذهب إلى التعليمة الأولى فنلاحظ أنها ستعطينا رسما بيانيا بعد إضافة هاتين التعليمتين. إذا ران فنلاحظ أنها ستعطينا رسما بهذا الشكل. إذا هذا الشكل يمثل مختلف المتغيرات السبعة، وطبعا كلما يكون اللون فاتحا كل هذا يدل على أن الارتباط ضعيف، وكلما كان الارتباط قوي فإن اللون سيكون أكثر عمقا. إذا استخدمنا أيضا تقنية أخرى تتمثل في أو باكيج أخرى أو فانكشن أخرى تتمثل في هيت ماب، فإننا يمكن أن نحصل على الرسم بهذا الشكل. إذا يمكن الحصول على الرسم بهذا الشكل. إذا نستخدم فقط هذه التعليمة، وهي طبعا تعليمة لديها عدة خصائص لكن نستخدم أكثر تعليمة. إذا نستخدم ران، نلاحظ أن استخدامنا لهذه التعليمة أعطانا مختلف المتغيرات في شكل مصفوفي وبألوان طبعا مختلفة، وأضاف إلينا ما يسمى بتشكيل هرمي أو عبارة عن ما يسمى بعناقيد تمثل لنا ارتباطات مختلف المتغيرات ببعضها البعض. الآن إذا استخدمنا التعليمة ججير بلوت بهذه الطريقة فإننا سنحصل على رسم بياني آخر أكثر توضيحا والذي يتمثل في هذا الرسم. إذا نلاحظ من هذا الرسم هو أوضح رسم من بين مختلف هذه الرسوم، يبين لنا أن هناك ارتباطات قوية كما نلاحظ ما بين المتغيرات البيريود ديد مع المتغير أقل من 65 سنة وأكبر من 65 سنة. فنلاحظ أن هناك علاقة طردية بالنسبة تساوي 0.78، وهناك علاقة عكسية بين البيريود ديت والمتغير الآخر اللي هي ناقص 0.78، في حين أن هناك ارتباطات أخرى
أقل من هذه الارتباطات، وهناك ارتباطات ضعيفة جدا سواء كانت سلبية أو موجبة، ولكل تبريره في نسبة هذه المتغيرات. الآن إذا بدأنا تطبيق طريقة البيسيا، فنذهب إلى assumption of بيسيا أو ما يسمى بفرضية البيسيا، وربما لم نتعرض إلى ذلك في الدرس الماضي، لذلك نتطرق إليها بشكل قصير. فنلاحظ أننا هنا لدينا يمكننا إثبات ثلاث فرضيات، وهي لديترمينو أو المحدد، والذي يعطينا هل أن والذي يجب أن يكون قيمته أقل يساوي يعني أن تكون قيمته أقل من 0.4. هذا يدل على أن بياناتنا أو مصفوفاتنا هي غير أحادية. لدينا أيضا ما يسمى باختبار كيمو أو كايزر مولر أولكن، والذي يجب أن تكون قيمته من 0.5 فما فوق، وهذا يدل على أن هناك كفاية في حجم العينة. لدينا أيضا بارتلت تيست، فإن بارتلت تيست يبين لنا ما إذا كانت يعني أيضا لا يوجد ملتي كولينارتي ما بين المتغيرات، ويجب أن تكون قيمة احتماله يجب أن تكون أقل من صفر، يعني تكون أقل من 0.05. الآن إذا طبقنا طبعا هذه الفرضيات الثلاثة هنا، فإننا ستعطينا النتائج التالية. إذا نلاحظ أن هذه الفرضيات لم نوفق فيها، فيما عدا أن بارتلت تيست أعطانا قيمة فقط درجات الحرية، والسبب في ذلك يعود أننا كما قلنا في الدرس الماضي أن هذه المعطيات أو مصفوفة الارتباطات التي هنا استخدمناها، وهي عبارة عن معطيات حقيقية، هي عبارة عن مصفوفة ما يسمى بالبوزيتيف ديفيني، ولذلك لم تعطينا نتائج الكيم ونتائج التست بارتلت وغيرها. إذا بدأنا الآن في استخدام طبعا، وهنا يعني يجب أن أنصح المتتبعين لهذا الدرس، أنه حتى تكون العملية ناجحة يجب أن تكون الفرضيات يعني محققة لأجل تطبيقها في هذه الطريقة. الآن بالنسبة إلى إذا استخدمنا أولاً ما يسمى بطريقة الفاكتو ماينر، فإننا يمكن تطبيقها على النحو التالي. إذا نلاحظ من خلال طريقة الفاكتو ماينر أننا يجب أولاً أن نستخدم الموديل PCR. نعرف أولاً يعني الداتا فرام التي لدينا. إذا الداتا فرام التي لدينا هي سنستخدم عدد الصفوف، إذا نضع هنا فراغ هو الذي يدل على أن سنستخدم كل الصفوف أو كل الأسطر، فيما عدا أننا بالنسبة للمتغيرات والتي تتمثل في الكولوم في الأعمدة، هي سنستخدم الأعمدة من 2 إلى غاية نقطتين إلى غاية 9، يعني من العمود الثاني إلى العمود التاسع. هذه طريقة، ويمكن لدينا طريقة أخرى أننا نستخدم ناقص واحد، بمعنى أننا لا نريد أن نستخدم فقط إلا العمود الأول، وكل هذا يصلح. إذا أعدنا استخدام نقطتين 9، الآن summary سيعطينا النموذج، graphical of variables سيعطينا بيان المتعلق بالمتغيرات أو circle correlation circle، سيعطينا أيضا ما يسمى بالقيم الذاتية model، ونستخدم هنا دولار إيج بمعنى إيج فالي، ونستخدم يمكن أن نستخدم أيضا model دولار var coefficient. إذا أردنا أن نعرف أيضا graphic of individual، فإننا نستخدم model دولار أندي اختصار لانديفيديال، وستعطينا النتائج التالية. إذن يمكننا أن نرشح هذه التعليمات، فستعطينا ما يلي. نذهب إلى ران، ستعطينا البيانات التالية. إذن نلاحظ أنها ستعطينا
في الجانب الأيسر ستعطينا مجموعة من الإحصائيات أو الأرقام، وفي الجانب الأيمن ستعطينا مختلف البيانات. طبعاً ستعطينا البيانات التي لدينا والتي وجدناها في الدرس الماضي، إذا تعطينا مختلف، وهذا الذي يهمنا خصوصا فيما يسمى بالتوتال فاريانس اكسبليكي او يعني مجموع البيانات المفسرة. فنلاحظ انه لدينا ثلاث فقط سميناه هنا ديمنشن 1 ديمنشن 2 3 هي تمثل في القيم الذاتية الاكبر من الواحد الصحيح كما وجدناه في المثال السابق، وهي تمثل ما مقداره 77% في حين أن 2 يمثلان 64% بحيث أن المعامل الأول ما يقارب 95% والمعامل الثاني يمثل ما يقارب 19% وهي تمثل بقية المتغيرات الأخرى. الآن إذا ذهبنا إلى الرسومات فإننا سنلاحظ ما يلي، هذه تمثل ما يسمى بالGraphic of Variable وتعطينا مختلف المتغيرات السبعة، ونلاحظ هنا أنها تعطينا نسب أيضا بالنسبة للبعد الأول أو العامل الأول والعمود الثاني. إذا ذهبنا إلى الانديفيديال فإننا سنلاحظها بالشكل التالي، هذا فيما يتعلق بالطريقة الأولى. الآن إذا استخدمنا الطريقة الثانية وهي البيسيا باي فاكتو إكسترا، فإننا ما يميز هذه الطريقة هي أننا بعد تثبيتها عن طريق الانستول باكيج فإننا يمكننا أن نجد من خلالها عن طريق هذه التعليمة يعني نستخدم الموديل، هي طبعا أبسط استخدام لها أننا نضع فقط الموديل هنا أو البيسيا ما بين قوسين وبقية الأشياء الأخرى هي زائدة. إذا هنا سنحاول إيجاد ما مدى مساهمة السبع متغيرات. الآن إذا ذهبنا إلى الجرافيك انديفيديال فإننا يمكن لنا أيضا أن نحدد حتى من خلال هذه البيكيج أو هذه الحزمة يمكننا أن نحدد مختلف المتغيرات يعني في شكل مجموعات. الآن الشيء الجميل أيضا في هذه الحزمة أنه يمكن لنا أن نجمع ما يسمى ما بين الانديفيديال والفوريبل في ما يسمى بالبي بلوت، فيمكن أن نجدهم مع بعض. الآن إذا طبقنا كل هذه الأشياء مع بعض فإننا سنحصل على ما يلي. إذن أوكي، إذن ننتظر قليلا حتى يتم قراءة كل هذه الأشياء فسنحصل على النتائج التالية. إذن هي تأخذ بعض الوقت لكنها ستعطينا نتائج باهرة جدا. أول هذه النتائج المتعلقة بهذه الطريقة تتمثل فيما يلي، إذن تعطينا أولا السيركل دو كوريلاسيون مصفوفة الارتباطات مع بعضها البعض، ستعطينا أيضا ما يسمى بالانديفيدي الأفراد بألوان مختلفة، وهنا يمكننا أن نميز الاختلافات ما بين مختلف الولايات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكننا أن نميز الاختلافات الموجودة ما بين هذه الولايات. إذن وهذا جميل طبعا كما قلت جدا. إذن نلاحظ بهذا الشكل، إذن كل الولايات التي تتشابه مع بعضها في السكان وخصائصهم مرسوم برسم معين، في حين أن الولايات الأخرى لديها رسم أو شكل معين. الآن إذا رجعنا إلى نموذجنا السابق فإننا نستكمل ما تبقى من التعليمات الموجودة لدينا. إذن لدينا ما تبقى من بقية التعليمات. إذن بالنسبة إلى الفاكتو شاينا أو البيسيا عن طريق استخدام الفاكتو شاينا، وهي أجمل ما هو موجود
حاليا باستخدام طريقة البيسيا أو طرق أخرى. فتعليماته هي بسيطة جدا، مجرد أننا نستخدم في البيسي شاينا، إذا أردنا أن نجد هذه بياناتها فإننا كما قلنا هي مرتبطة بالويب، فإننا نضع التعليمات التي لدينا، إذا بيسيا شاينا، فإننا نذهب إلى ران، ننتظر الآن قليلا حتى يعني يتم الدخول إلى الويب، فسنلاحظ أنها ستعطينا يعني عن طريق الويب، وهي كما قلت تفاعلية، ستعطينا شكلا جديدا للبيانات. وطبعا حسب هنا سرعة الإنترنت، كلما كانت النت سريعة كلما كانت سرعة إخراج النتائج بشكل سريع. إذن ستظهر لنا كما قلت بشكل تفاعلي مختلف النتائج المتعلقة بالبيسيا. إذن نلاحظ هنا هذا الشكل، إذن الآن حصل الدخول إلى عن طريق الويب، فسنحصل على كما قلنا صفحة جديدة موجود فيها، إذا نوجد فيها مصفوفة الارتباطات مع بعض وهي معطاة بهذا الشكل، ونجد أيضا ما يسمى بمصفوفة الجراف graph of individual بهذا الشكل. الآن بالنسبة إلى القيم الذاتية، بالنسبة إلى القيم التي كانت لدينا، إذا سنجدها أيضا بهذا الشكل. أيضا بالنسبة إلى الأبعاد التي لدينا، بالنسبة يمكننا أن تعطينا أيضا بعض الإحصاء الوصفي فيما يتعلق بالمتغيرات وبعض خصائصها الوصفية، وفي هذه الداتا ستعطينا مختلف البيانات التي استخدمناها. أيضا يمكننا أن نستخدم بعض الخصائص المتعلقة بالبارامتر الجراف إلى غير ذلك، إذا كلها يمكن أن نستخدمها. إذا عدنا الآن إلى البرنامج، فإنه إذا أردنا أيضا أن نستخدم ما يسمى بال هنا أن نربط البيسيا أو يعني البيسيا باستخدام ما يسمى بالكلوستر، يعني الكلوستر يعني العناقيد الهرمية، فإنها يمكن لنا أيضا عن طريق البيسي شاينا أو الفاكتو شاينا أنها تعطينا أيضا يعني ماذا التعاقدات ما بين أو العقد أو العناقيد ما بين المختلف المتغيرات التي لدينا. طيب طبعا كما قلت هي تأخذ بعض الوقت. إذن باختصار أنه يمكن لنا كما قلت أنه توجد لدينا ثلاث طرق أساسية، الفاكتو ماينر، الفاكتو إكترا، والفاكتو شاينا. وطبعا لكل من هذه الطرق الثلاث بيسيا وطرق الثلاث هذه يمكن استخدامها في البيسيا، يمكن استخدامها في أيضا الكوريسبندنس أناليزيس، ويمكن استخدامها في طرق أخرى فهي خاصة بما يسمى بالملتي فاريت أناليزيس. إذن كما قلت هذا باختصار ما يتعلق بالبيسي شاينا، وبالنسبة للأركيكوكول كلستر ستعطينا تقريبا بنفس الشكل، هي طبعا كما قلت تأخذ بعض الوقت مع النت،
لكنها تعطينا أشياء أيضا جميلة. إذا نشكركم على حسن انتباهكم ومتابعتكم، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم بحوله تعالى.